الخبزه ان شاء الله اللي غتخلص الجسم ديالك او القولون من التسمم. خبزه اللي مكونه من القزبر والمعدنوس والكرافس والازير والزعتر والبصله وزيت الزيتون، ها هو وقطعتها بنات خالتي هانتوما. هذه كطيب، هذه وجدتها، شفتوا كيداير اللوين ديالها اخضر، وحنا كنحتاجو الجسم ديالنا ما هو اخضر للراحه. هذه صافي راه وجدات، حتى هي غادي نقطعها ان شاء الله. المهم باش تستافدوا من الفيديو خليكم حتى لاخر الحلقه ان شاء الله باش تعرفوا كيفاش توجدوا هذه الخبيزه والمده اللي غتاكلوها ان شاء الله. راه تخلصكم من بزاف المشاكل. مع السلامه. اهلا وسهلا بنات خالتي وولاد خالتي، تبارك الله عليكم، الله يحفظكم والله يشافيكم والله يحفظكم من شر الخلق ان شاء الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. يا ربي تنوركم، يا ربي تحفظكم، يا ربي تحفظكم من شر الخلق وتشافيكم من الامراض، قولوا دائما امين. اليوم بنات خالتي ولاد خالتي جبت لكم واحد الخبزه حرشه، كل واش يسميها، اللي بغى يعمل الشعير يعملو، اللي بغى يعمل. بزاف الناس اول مره ما غاديش يزعموا على خبزه الشعير. نبدا معكم ان شاء الله بهذه، ومن بعد اللي بغى يعملها يعملها في دارو لتنقيه الجسم من السموم. ودخالتي بتخالتي بزاف الناس طلبوا مني وصفه للنوم العميق، ما نقدرش نعطيكم وصفه النوم العميق، هي راه ساهله نعطيها لك، ولكن لو عندك القولون الشبعان فضلات متراكمه لسنين ما غيمكنش تنعس. بزاف الناس تيحرقوا راسو، بزاف الناس تيحس بالالام في الكتفين، تيحس راه الا عندك القولون البشره ديالك ما تنقاش، الا عندك القولون ما عمرك تنعس، الا عندك القولون الراس ديالك الشعر ديالك يبقى يطيح، الا عندك القولون غيبقى دائما معصب، الا عندك القولون نظف لي القولون. ابنت خالتي ولد خالتي نظفوا القولون وغتفكروني، كلشي على الجهاز الهضمي. مني القولون عزكم الله كيكون نقي وصافي، راه اقسم بالله العلي العظيم غتبقاو تعانوا من حتى مشاكل. كاين اللي تيحرقوا راسو من القولون، تيمشي تيدير وصف الطاجين ما تيجيبش الله التيسير، تيدير حزيم الراس تيبقى في الشقيقه. هو الراس من كيضرو؟ كيضرك من القولون ولا عامر فضلات. حنا كنا عيوب، الجسم ديالنا ما كيتخلصش من الفضلات. علاش؟ لان كناكلوا شي اكل مختلف، كل خصوصا اللي تياكل اكل ماشي بحال كتشوفوا هذا كله خضر، الاكلات السريعه وكيبقى داك الفضلات متراكمه كيعود يحرقوا كتافك، كيطيح لك الشعر، اللون ديالك كيتبدل، النحافه، كاين اللي كيتصاب بالسمنه، كاين اللي ما كينعش ابدا، كاين اللي عنده العصب. المهم ان شاء الله بلا ما نطول عليكم، عندنا السميد. نتوما عدد الافراد ديال العائله ديالكم كنتو كتار غديروا جوج خبزات، كانت العائله صغيره بحالي عندي انا الله يكبرها في طاعه الله، ديروا جهد نصف كيلو ولا ديروا كيلو ولا جوج كيلو شغلكم هذاك. وعندنا قبطه الكرفس، بزاف الناس ما تياكلوش الكرفس، تيقول لك حقا غنديروه في الحريره صافي، هذا خصكم ديروا طيبوا به كي كنطيبوا بهذا بالمعدنوس والقزبر. الكرفس خصكم تدخلوه في بزاف التغذيه، حتى شلاله تقدروا تقطعوا منها شويه، مفيد مفيد كرافس. الى قلبتوا في جوجل غيعطيكم العديد المزايا اللي فيه. عندنا ربطه الكرافس، وعندنا ربطه القزبر، وعندنا ربطه المعدنوس، ها هما بحول الله. وعندنا بصله، البصله شحال ما بغيتوا، وحده ولا جوج رقاقات، ما يكونوش حيت ما نديروش مرقه، نديرو خبزه. وعندنا الازير، من الاحسن ازير يكون طازج، وراه اللي بغى يغرسو ساهل، كتاخذوا العويد اللي يكون غليظ وكتحيدوا له هذا بحال هكا وكتخشوه فيه في التراب وكتبقاو تعطوه الماء 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 مزيان السقيه حتى كيشد. هذا خص يكون عندكم، شربوا مع الحليب، شربوا مع الماء مغلى، مفيد للقولون ومفيد للعصب. الناس اللي كيتعصبوا وما عارفينش مناش، وكاين اللي كيستعملوا مع الشاي، انا عندي في الجريده، وبزاف الناس تيدقوا لي على الباب تيقول لك عطينا منه. تعرفين هكا الفيلات الكبار تيكونوا فيهم هاد الازير هذا. وعندنا الزعتر، الزعتر خصكم تبقاو تشربوا منه كيف ما قلت لكم. عندنا الزعتر، الزعتر مهم بزاف في هاد الوقيته، لقيتوه هكا طري قبيطات خذوه، ما لقيتوش خذوا هذا. انا ما كنقدرش ناخذ هذا حيت كنعرف البري وكنعرف العادي المزور، تيكون خضر ولكن فاش كتجي يبقى عندك غير الغد اللي كتحيد منه الريحه،
هذاك غير مزور، غير ديال الماء، غير ديال هنايا، ماشي بحال ديال الجبال سبحان الله كاينو ديال سيدي ربي الكريم. هذاك غير تيغرسوه وتيكون ماشي حر بحال هذا، يعني ماشي تيكون بلدي. هذا الرومي ما فيش، وحتى ازيره فيه البلدي وفيه الرومي. عندنا الزعتر، الزعتر تبقاو تعطوه لوليداتكم، قاتل للديدان، منظف للقولون، وما عندكم مناش تخافوا منه. والناس البالغين راه ممكن تدخلوه في نظام غذائي، حكوه، راه كنعرفوا كيجي بزاف في الاكلات، في المشويات، وتشربوه دائما جوج المرات، تشربوه قبل الافطار، تاخذوا واحد المعلقه ديال الزعتر بعد ما تغسل، وتكبوا الماء مغلى وتخليه حتى يطلق، وتشربوه قبل الفطور. دائما تشربوا المهدئات اللي بحال هادشي العاديه الطبيعيه قبل الفطور، باش القولون يستعد، حتى ديك الفضلات اللي انت كتبقى متراكمه لك من البارح ما غاديش ان شاء الله فين غتوصل نص الظهيره، غتمشي عزاكم للطواليت غتنقي الفضلات ديالك. عندنا الزعتر تشربوه بالليل قبل النوم، مريح. نبداو على بركه الله. انا غسلتهم دابا غنضيف الازير، ها هو كلشي غنديرو في الخلاط الكهربائي بحول الله. المهم انا غندير كلشي في الخلاط الكهربائي. عندنا المكونات كامله، قلنا الكرافس والمعدنوس والقزبر والازير والزعتر. الزعتر حاولوا تكثروه بنات خالتي، حيدوا منه غير العويدات اللي عودي غيبقاو ما غيطحنوش وصافي، غير العويدات اللي هكا نتوما بلا ما تحكوا بلا حتى شي حاجه. انا غنجيب السكين باش نقطع السلامه يا السلطه، نقطعوا هذه نديروا بصله. الله وصحيحتكم، راه الا ما نظفتوش القولون راه واخا تبعوا الوصفات اللي تبعتوها ما غاديش حيت القولون هو سبب المشاكل. كيقولوا الناس زمان كيشبهوا الجهاز الهضمي بالراس، تيقول لك هنا البرمه وهنا الكسكاس، يعني مني كيكونوا المشاكل عندنا هنا كيطلع لك المشاكل الراس والقلقوله والكتاف، وتتحس بالفايده وتحرقك عينيك وكتقول غنمشي عند الطبيب درني راسي، كتقول الطبيب درني راسي، ولكن الطبيب غيمشي لك على حساب الراس، لانه الله يحسن العون، انت ادرى بنفسك، انت تصنطو كي كيقولوا الناس ديال زمان، تصنط راسي نعرف بحال اليوم درني راسي، نعرف اشنو درت صباح غدا حرقني كتافي، اشنو درت كليت شي حاجه والصباح درني، غير الا صبحتو الفم ديالكم حار وناشف عرفوا هذاك اللي كليتو البارح راه هو سبب المشاكل. كاين اللي تيتعشى بشي حاجه بلاصوص مطيشه تتعجبو بحالي انا، نيت كتعجبني ولكن ما تديرش مطيشه الحك، تندير غير مطيشه العاديه. هانتوما بحول الله. المهم انا غنطحن بنات خالتي ونرجع لكم باش ما نصدعكمش بنات خالتي. انا غنرجع لكم. هانتوما بنات خالتي حاولوا بغيتو تقطعوا بيدياتكم مرحبا، غير هو الطريقه شو كيجا ما شاء الله. وهذا الروبو هذا سبحان الله غير صدق ليا، نشارك معكم بنات خالتي زويون. هذا راه زاج، انا نهار الاول شريته ما عنديش الزهر مع هذا الروبو، ما تيصدقوش. ها انتم الشوكيجه الخليط جا ممتاز الصراحه، مازال ما عطيتوش بزاف الصراحه، حتى هاد المشاكل هاد ديال هاد الاشياء اللي كنشريوها للمطبخ راه غير زهر اللي كتشري هاد الثمن وما كتصدق ليك. المهم انا الخليط دابا خلطته كامل، سمحوا لي غندير يديا لا اللي ضايع، انا اختكم بلديه وما كاين ما احسن من تبلديت. ها انتم بنات خالتي، ها انتم شوفوا غير هذه اللي ما طحناتش، انا غنحيدها. شفتوا كيجا الخليط على مزيناته. دابا شنو غنديروا بحول الله؟ غنضيفوا عليه الخليط. ها انتم قلنا المعدنوس، كرافس، القزبر، شوفوا كي جات. اوراق اليازير واوراق الزعتر، هاد الخبيزه هادي هانتوما انا نسالتها مزيان. دابا غنضيف عليها، غنضيف عليها واحد الكاس ديال زيت الزيتون، ماشي الكاس، ماشي الزيت النباتيه اللي كنطيبوا بها. هانتوما شي كيحصلنا على الخليط. الناس اللي عندهم السكريه ممكن ياكلوها، الناس اللي عندهم القلب والطونسيون ما يديروش الملح، فهمتوني؟ واللي عادي الله يمتعوا بصحيحتكم، والله اللي مريض الله يشافيه. دابا غنضيف عليه كاس
الزيتون، كاس من زيت الزيتون، قليل من الملح، وغنجمعوا بالماء وغنحط الخبيزه وغنوريكم الشكل النهائي ديالها. دابا عرفتوا كل شيء بنات خالتي، صار راكم حاضره في الخليط ديال الحشره كتعرفوا، حيت كاين اللي كيدير زيت نباتيه لا، هذه بغينا علاج. واللي عنده القولون مهلوك ممنوع يدير الملح، ما ديروش الملح، هذه خبزه طبيعيه غتاكلوها بزز منكم. علاش؟ باش تنظفوا القولون. انا غنوجدها ان شاء الله ونشاركها معكم بنات خالتي الغزالات العزازات، راكم في القلب. وكنشكركم كاملين اللي كتقولوا في حقي سبحان الله، كتشكروني وكتجازيني بالخير، داكشي انا اللي بغيت. انا معكم ان شاء الله حتى ربي يوفقني ويوفقكم. ها انتما بنات خالتي، وحق سيد ربي الى واحد الريحه، الله بيناتنا، الله يخلصني الى زدت شي حاجه ولا نقصت، الى واحد الريحه ديال الزعتر وديال ازير ما نقولش لكم فنه. هذه تقدروا تعملوها نود الام ان شاء الله السبت، دابا كاين العطله. الله يحسن العاوله كانت خدامه موظفه السبت لحد تعملها، عمليها لوليداتك فطروا بها ولا في العشيه قوتي. وهذه راه ممكن انك تعملها في الثلاجه، علاش؟ لان كنعرفوا الخبزه ملي كتكون طايبه كتكون ناشفه من الماء، ممكن نحتفظوا بها واحد لمده اسبوع في الثلاجه. بنت خالتي اللي كانت خدامه ولا بنت خالتي اللي كان خدام، الله يحسن العون، ماشي بحال نطيب شي شهيوه وكتبقى من يد ما الغد ليه. هذا الخبز كنعرفوه، انا ما كنتش كنحط الخبز في الثلاجه، ها انتم انا كنقادفه ندوي معكم، ما كنتش كنحط الخبز في الثلاجه، كنت كنخاف. حتى سمعت الدكتور الفايد حياه الله تيقول لينا، شوفوا تبارك الله ما شاء الله، انتم حرام الكاميرا خبزه وعاد انتم راه خرجات ما شاء الله. شتو طريقه الحشر دابا ان شاء الله ملي تولفوها عليكم تولفوها والجسم ديالكم يستافد منها. مره اخرى عملوها بالشعير، لا ما قديتوش عليها عملوا غير بهذا. دابا ان شاء الله انا غنقلبها بسم الله، نقلبها قدامكم. شو كي جات ها انتم، عملوا شي مقيله اللي تكون ما تلصقش. شو كي جات فنيونه ما شاء الله. ومن بعد يا بنت خالتي غتسقيها بزيت الزيتون هكا وتقطعيها مربعات ولا اللي عجبك، نتوما لكم الاختيار. انا اللي يهمني هو نعطيكم شي حاجه اللي دابا نتوما كل شي حاجه تنقي لكم القولون غتهناو من مشاكل، بزاف المشاكل كتعانوا منها، حريق الراس، الام الكتفين، كنعرفوا هاد البلايص هنايا كيتشدوا ليكم غالبا الظهر، الكتفين، العينين، الكتاء والراس، هادو تيحرقوا من القولون، حتى بعد المرات الركابي. ها نتوما غنبقى معاها بحال هكا، ما قدرتوش تعملوا يدياتكم، خصكم بلديه، انا كنستعمل يديه، نبقى بحال هكا ان شاء الله. غندير هذه وغنعاود نزيد الاخرى وغنوريكم الشكل النهائي ان شاء الله بحول الله، وغنتلاقاو ان شاء الله. بنات خالتي ولاد خالتي هاني قطعتها، شوفوا ما شاء الله، ها نتوما افتيه، بغيتو تخلوها كرقيقه، انا كتعجبني كرقيقه، بغيت تخلوها غليظه. ها نتوما ما شاء الله شوفوا، شتو كي جات، غنكب عليها زيت الزيتون، هذه هي كطيب، عطاتني تبارك الله جوج خبيزات. ها نتوما كلوا ما هو صحي، الله يخليكم صحيحتكم ويخليكم وليداتكم. ها نتوما ها نتوما هذا الكوتي، ها نتوما الخير مدفق، ها نتوما شربوا بها كويساعتاي يكون بالشيبه والزعتر ولا الزعفران. انا غندير الماء يطيب وغنجلسوا في الجريده حياكم الله. سمعتونا بنات خالتي، كنتمنى ان شاء الله الفيديو يوصل للقلوب ديالكم كيف ما انا كنحط لكم شي حاجه من القلب ديالي. هذه هي كطيب، درتها شويه غليظه حيت وليداتي ما كيبغوهاش رقيقه، انا كتعجبني رقيقه. نتوما حتى هي غنخليو، راه ما كتحمرش بزاف، ما تخليوهاش تحمر حيت فيها هاد الاعشاب تلقو الماء، غير شويه صافي وتبقى هكا فتيه. شتو كي دايره ما شاء الله عليها، هذه ان شاء الله غتنقي لكم الجسم، تقدروا تستعملوها واحد الاسبوع وحبسوا حتى تشوفوا نتوما يا تحسوا بريوسكم عزكم الله، ديك التقريعه اللي كتخرج حامضه بزاف من الفم ولا خروج الريح كيكون فيه الرائحه كثيره، راه غتحسوا بالفرق حيت غيتنقى عزكم الله. كنتمنى حلقه اليوم ان شاء الله تعجبكم، زويته بلديه والخليط اللي شاركت معكم ديال انا غنوري لكم،
هانتوما ما شاء الله. شوف هادو كله غنقطعهم، انا كنجيب وحده غير من هذه صافي كدي ليا، غنقطع الكميه فشي نهار نوريكم كيفاش كنحتفظ به بدون مجمد. كنديرو في قرعه مع الثوم قليل من الملح، اللي مبغاش يدير الملح يبقى كيبقى واحد المده طويله ان شاء الله. كنتمنى الفيديو يعجبكم وهاد الخبيزه العجيبه تعجبكم. تحياتي لكم اينما كنتم، كثروا اللايك ومع السلامه.